بداية خلوني أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، خلوني أرحب بالدكتور محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بفضيلتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا في صوت الناس لأول مرة. شكرا. سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل الناس اللي بتتابعنا. وفي الحقيقة المفروض أن أنا أتكلم النهاردة مع الدكتور محمود عاشور في القمة العربية وفي الوحدة العربية وفي يعني أهم المستجدات على الساحة العربية، وكيف يمكن أن تعود اللحمة ويعود الوئام للوطن العربي مرة أخرى. لكن اسمحوا لي أخرج على النص قليلا، لأني ما ينفعش أتكلم على اللي بيحصل في الكويت وفي القمة العربية قبل ما أتكلم مع فضيلته على اللي بيحصل في مصر، آخر الأحداث وآخر تطورات. دكتور محمود، يعني انطباعاتك عن اللي بيحصل في مصر وتحديدا في الجامعات المصرية؟ شفنا جامعة الأزهر، وبنشوف النهاردة جامعة المنيا، وقبلها جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وجامعة المنصورة. يعني أسوار وحوائط تهدم، مباني تخرب، أساتذة يتم الاعتداء عليهم، أفراد أمن يتم الاعتداء عليهم، أفراد أمن إداري، مناوشات ومشاغبات واشتباكات ما بين قوات الأمن وما بين الطلاب، يعني محاولة لإيقاف العملية التعليمية في الجامعات المصرية المختلفة. شايف المشهد ده كله إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة صورة مخجلة ومؤسفة ومحزنة، لأنه طالب العلم جاء ليطلب العلم، لم يأتي ليخرب أو ليدمر أو ليهدم، وإنما جاء ليتلقى العلم ليكون عالما. أما هذا الذي يحدث فهو خارج إطار المنظومة التعليمية تماما، وهؤلاء وناس ربما مأجورون بأجر كبير دفعهم إلى أن يفعلوا ما يفعلوا مهما كانت العواقب ومهما كانت الأحكام. هذا يدعونا إلى أن نقول لأبنائنا الطلاب أن طالب العلم ينبغي أن يتفرغ للعلم ولا يشغل نفسه بشيء على الإطلاق، لأن أمور السياسة أمور قذرة كما سماها مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم، وقال في السياسة لعبة قذرة، فهذه اللعبة القذرة لا ينبغي أن يدخل فيها طلاب العلم، وإنما يتركوها للسياسيين ليفعلوا بها ما يفعلوا وليقولوا بها ما يقولوا، لأنهم أدرى بدروبها وأدرى بدهاليزها وأدرى بما فيها. وبالتالي هؤلاء الطلاب خرجوا على كل القواعد الإنسانية والأدبية والعلمية، وينبغي أن يكون هناك موقف من هؤلاء الطلاب حتى تتطهر الجامعات وحتى تعود الجامعة دارا للعلم وليس دارا للتخريب والتدمير، وليس دارا للخروج، وليس دارا للوقاحة، وليس دارا للسب والشتم، وإنما هي دار للعلم. ودار العلم دائما تكون دار طاهرة لا تلوث ولا تدنس، ولا يستطيع أحد أن يفعل بها شيئا غير العلم، لأن هذا وعاء العلم، ووعاء العلم طاهر، فينبغي أن نخلصهم من هؤلاء الأدناس حتى نحقق الأمن والأمان والطمأنينة لبقية الطلاب في الجامعة. طيب فضيلتك دكتور محمود عاشور، يعني وصفت يعني من يقومون بهذه الأعمال بالأدناس، هم بيوصفوا نفسهم بأن هم مدافعين عن الدين، مدافعين عن الإسلام، بيرفعوا شعار هي لله وما الحكم إلا لله، وإن الدولة التي كانت ستحكم وخرج عليها الشعب في 30 يونيو هي دولة كانت ستقوم وستدعم المشروع الإسلامي، وليس في مصر فقط ولكن في البلاد الإسلامية المختلفة، وأن ما حدث هو إيقاف لهذا المشروع. فهم يدافعون عن الدين الإسلامي وعن دولة الإسلام وعن كل المبادئ الإسلامية. شوف، دي وجهة نظر جزء منه. هذه ليست وجهة نظر، هذا ادعاء كاذب وكلام لا ينبغي أن نعتد به، لأنه عن ماذا تدافعون؟ وهل المدافع تكون بالتخريب والتدمير والقتل،
أن تقرع الحجة بالحجة، إنما تخرب وتدمر وتقتل أرواحا بريئة تبقى باغٍ وخرجت عن إطار الإسلام وما جاء به الإسلام. الإسلام يمنع التخريب والتدمير والقتل، والقتل في الإسلام جريمة منكرة وقبيحة وسيئة، ويحرمها ويجرمها ويمنعها تماما. وربنا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا كله ادعاء باطل وكلام لا معنى له، لأنه عملية المشروع الإسلامي، أين هو المشروع الإسلامي؟ وماذا كان المشروع الإسلامي؟ وما تفصيلات المشروع الإسلامي؟ أنا عاوز أقول للإخوان حكموا عاما كاملا، لم يقدموا مشروعا إسلاميا ولم يقدموا شيئا، بل فشلوا فشلا ذريعا في حكم هذا البلد، وهذا هو الذي أودى بهم إلى هذا. إنما لو طبقوا الإسلام، الإسلام هو لافتة يحملونها وينضون تحتها ليصلوا إلى سدة الحكم. أما هذا الذي يقال فهو كله هراء في هراء في هراء، وكله كذب في كذب في كذب، وليس له معنى مطلقا. طيب فضلتك شايف ان اللي بيقوموا بمثل هذه الافعال مثلا في جماعة الازهر او الجماعات المختلفة واللي بتؤدي الى تدمير، شايفهم غلابة ومضحوك عليهم ومرضى ببعض الافكار اللي بتؤدي بيهم الى هذه الافعال وهم مغيبون، ولا شايفهم مجرمين معتدين ويجب ان يعاقبوا، يعالجوا ولا يعاقبوا؟ هو الحقيقة استغلوا فرصة فقر بعض الطلاب واستأجروا، قدموا أموال كثيرة، هذه الأموال تدفعهم إلى ما يفعلون، لأنهم في فقر شديد، فقدمت لهم أموال مغرية دفعهم ذلك لأن يفعلوا ذلك ويقودوا الآخرين. وهناك أمثلة، أحد الطلاب بيسألوا قال لهم أنا الناس دول صرفوا عليا وصرفوا على أختي اللي جوزها مات وبتربي ولادها، وصرفوا على بيتنا، وأنا معايا 30,000 جنيه انتوا خدتهم معايا دلوقتي، دول من عندهم، وبالتالي لا أستطيع مطلقا أن أخرج عنهم، إنما لابد أن أنفذ تعليماتهم. هذا ما يفعله الطلاب الآن. طب هل صحيح إن احنا نقعد هذه يعني مسألة متكررة؟ طيب موضوع ان احنا نفضل نقول مأجورين وبيأخذوا اموال فضيلة الشيخ، مش بنقول ده حقائق، لا على الجميع، على الجميع، هل ده معناه ان احنا كده بنريح نفسنا وبنسهلها على نفسنا وما بنفكرش في الدور اللي المفروض نقوم به، وهو زي ما حضرتك قلت منذ قليل مقارعة الحجة بالحجة وادخال منهج وسطي صحيح في عقول هؤلاء بدلا من الفكر اللي جواهم؟ لان اكيد مش كل اللي موجودين قابضين، اكيد في ناس دي افكارهم وحتى وان كانت فاسده او خاطئه. طيب يعني هل صحيح ان احنا دايما هو تقرع الحجه بالحجه مع من؟ مع من؟ مع من يخرب؟ مع من يقتل؟ مع من يدمر؟ انما اذا تاب واناب ورجع هو ابننا ونحن اباء وابن مصر، سناخذه في احضاننا ونوعيه ونفهمه ونرد إليه صوابه ونعرفه أن ما يفعله إنما هو جريمة بكل المقاييس وخارجة عن نطاق العقل تماما. فالقضية ما هيش كده، إنما الأولاد منساقين لا يسمعون ولا يستجيبون لأحد ولا يلبون رغبة أحد، واعتدوا على أساتذتهم، وأظن في الأمس اعتدوا على عميد إحدى الكليات في الدراسات الإسلامية في المنصورة تقريبا أو في طنطا، كلية الدراسات الإسلامية. ما أنا بقول سيادتك هذا لا ينبغي أن تحاج، وإنما ينبغي أن تقطعه، لأنه عضو فاسد، والعضو الفاسد إذا كان قطعه سيعالج بقية الأعضاء يبقى لابد من بتره، والجراح يفعل ذلك. إذا رأى عضوا سينتقل منه المرض إلى بقية الجسم يبتر هذا العضو تماما. انما حضرتك شايف ان انتهى وقت تصحيح المفاهيم، وقت الاقناع، وقت مد الايدي من اجل العوده مره اخرى لعدد من هؤلاء الشباب؟ قدمت مبادره قبل ذلك واقولها الان، انه بعض اولادنا مغرر بيهم، والبعض اندفع
اندفاعتها ربما تحت اسم الإسلام أو تحت اسم الإيمان أو تحت اسم الحب. كل هذا بنقول إن أولادنا دول أولادنا، أولاد مصر، ينبغي أن نحتضنهم وأن نجمعهم وأن نقوم بإنشاء معسكرات لهم. هذه المعسكرات تقوم بها وزارة الشباب، ثم يتولى علماء الدين الكبار جميعا المحاضرة والمحاججة مع هؤلاء الطلاب حتى يعودوا للصواب وحتى يفهموا الدين الحق. بقول المغرر بهم والذين ضحك عليهم، أما الآخرين الذين ساقوا في الركب فهم لا يصلح معهم علاج. لما بتشوف ان في ناس بتطلق دعوات تكفيرية ثم تفجيرية، لما بتشوف ان في ناس بتطلع بيانات بتدعو للقتل والعنف والارهاب هنا في مصر، بتحس ان جامعاتنا، تحس ان مشايخنا قصروا في شيء ما اللي وصل عدد من هؤلاء الشباب لهذه الافكار، يوصلهم لهذه الاتجاهات، يوصلهم لدرجة بيستقوا معلوماتهم فيها من أناس آخرين ليسوا لهم علاقة بالوسطية ولا الدين الصحيح، وليس لهم علاقة بأساتذتنا ولا مشايخنا اللي بيقدموا الدين الصحيح فضيلتك؟ واحنا كان عندنا، ولا ده جلد ذات؟ لا عندنا قنوات فضائية كانت تقدم للناس هذا الفكر، وكانت تقدم السبابة والشتائم، قنوات دينية واللعانة تحت اسم الدين، والدين منهم بريء. هؤلاء كانوا شوهوا فكر الناس وشوهوا فكر الشباب وخلطوا فكر الشباب بما يقولون، فالشباب حار واحتار بين ما يقولون وبين ما يقول العلماء. وبالتالي هؤلاء دائما كانوا يقولون، لأن لهم قنوات فضائية يقولون كل يوم، العلماء بيقولوا كل فترة كل جمعة على الأكثر يعني. وبالتالي كل خطبة جمعة في التلفزيون مثلا كل يوم حاجة ولا برنامج، اللي بيقول كل يوم ده أقوى وأشد وأفضل. وكانوا يحاولون أن يستميلوا الشباب بشتى الطرق والوسائل. فهذا ليس تقصيرا من الأزهر وليس عجزا من الأزهر، وإنما هو تقصير ممن أباحوا لهذه القنوات أن تعمل وأن تجد وأن تسب وأن تلعن وأن تشتم وأن تقول كل البذاءات اللي في الدنيا. وأقول أنه يطبق عليهم حد القذف فيما قالوا. في ناس شافت أن الفترة اللي حكم فيها الإخوان مصر، السنة اللي حكموا فيها مصر، هي كانت فترة فيها تراجع للدعوة للدين، فترة زاد فيها عدد الملحدين، فترة يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه بشكل كبير، فترة بدأت ناس يعني لكي تثبت أنها ضد الإخوان تخرج عن كل تقاليد الدين وكل أعراف الدين. وهذا يعني أنهم فشلوا فشلا ذريعا، أنهم لم يستطيعوا فعلا أن يطبقوا ما يقولون. وانت يمكن سنة كاملة حكم الاخوان لم نسمع كلمة الاسلام والحل، كانت تقال قبل ذلك انتخابات. انما بقى الحل في امور اخرى، شغلتهم السياسة وشغلتهم الاموال وشغلتهم القوى والافكار التي يرددونها، انه الدولة الاسلامية والامة الاسلامية والشريعة الاسلامية، كل هذا كان كلام بيدغدغوا به مشاعر الناس، إنما في الحقيقة هم ليس فيهم من الإسلام شيء، وليس فيهم من الإسلام أي كلمة قالوه، بدليل أنهم فشلوا والناس خرجت عليهم. لو كانوا نجحوا ما خرج عليهم الناس، بل بالعكس كان الناس سيدافعون عنهم ويقفون إلى جوارهم ويساندونهم في كل أمر. فهذا كله يعني أنهم فشلوا فشلا ذريعا، وأن ما قالوه كان مجرد إلهام لمشاعر الجماهير، كان مجرد شعارات ولافتات ليصلوا إلى الحكم. استخدام فترة حكم الإخوان من فصيل آخر
من أجل يعني الحصول على مكاسب معينة. يعني على سبيل المثال لما نلاقي أحد البرامج عامل حلقة من حلقاته على الفتيات المثابرات اللي بيمتلكوا من الشجاعة قدر كبير جدا خلتهم يخلعوا الحجاب بعد أن كانوا يلبسوه، وده دليل على شجاعة ودليل على إقدام ودليل على تحرر من كل القيود. لما نلاقي ناس بدعوة محاربتهم للإخوان، نلاقي فنانة طالعة مثلا امبارح وبتقول أنا بقول ألفاظ قليلة الأدب وبتكلم كلام قليل الأدب عشان إحنا شعبنا بيحب قلة الأدب. لما نلاقي هذه الفنانة بتقول بما تمثله من رقص ومن ملابس ومن إيحاءات ومن أغاني أقل من المستوى، إنها كده بتعبر عن الشعب المصري في طبقته الوسطى وطبقته الشعبية اللي خرج على الإخوان ورفض ممارستهم. شايف هذا المشهد إزاي؟ يعني إما التطرف الديني وإما الانحلال الأخلاقي. منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بقالنا 3 سنوات وكم شهر انحصرت الأخلاق تماما والقيم ضاعت، وانتشر عندنا قلة الأخلاق وبقى الفساد وبقى الشتائم وبقى البذاءات وناس بتتباهى بيها وبقى الاعتداءات، لأنه مفيش قدوة ومفيش مثل أعلى في المجتمع، مفيش حد بيعلم الناس. القنوات الفضائية مشغولة، كل قناة بتقول ما ينبغي لها وما يجب لها في السياسة وفي حال البلد، محدش بيتكلم عن القيم وعن المثل وعن الأخلاق. عاوزين نتكلم عن الأخلاق، عاوزين نجمع الناس، عاوزين نعلم الناس الأخلاق والقيم والمثل. وإحنا عندنا مصيبتين كبيرتين في مصر، هما الجهل والفقر. عندنا أمية أمية هجائية بتصل إلى 40% أو أكثر، أمية دينية بتصل إلى 80%. عندنا أيضا الفقر معشش بجذوره لدى الناس، وده بيدفع الناس إنها أي حد يدفع أنا معاه، لأنه حالتهم بتقتضي ذلك. عملية الجهل، هو جاهل ما بيعرفش في حاجة، ما بيقولش في حاجة، ملوش في حاجة، فممكن نقوده إلى هنا إلى هنا أو هناك. هي دي قضيتنا، لازم الأول نحارب الجهل والفقر، ثم نهتم جدا بالأخلاق، لأن الأخلاق دي أساس المجتمع. وزي ما قال الشاعر قديما: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلة. خلاص جنازتهم بقى إن شاء الله نعزي فيهم. وأيضا الشاعر الآخر قال إيه: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإحنا في طريقنا إلى الذهاب، لأنه الأخلاق الآن ما بقاش لها تواجد. وكما تفضلت الآن، إنه لما واحدة تتباهى بقلة الأدب تقول إحنا الشعب بيحب قلة الأدب، تتباهى بسوء الأدب، يبقى معنى هذا أن الأخلاق انتهت وضاعت. بس أكيد إحنا مش شعب بيحب قلة الأدب. يعني هي بتعبر عن نفسها وأشكالها جميعا. بس طيب، يعني ايه الفايدة من التركيز وتسليط الضوء والافتخار بما سموه ظاهرة خلع الحجاب في هذا التوقيت؟ لا، ما فيش افتخار بهذا. يعني ايه وما فيش ايه الفايدة؟ ما يعني ما فيش حد بيتباهى بخلع الحجاب، انما الحجاب فريضة اسلامية، وينبغي على المرأة المسلمة ان تغطي جسمها كله ما عدا الوجه والكفين كما قال العلماء جميعا. ما فيش حد بيتباهى بذلك، انما بيتوار وبيستتر، وربما كان لهم ظروف ولهم عذر. انما اللي بنطالب بيه انه الاخلاق بتمنعنا ان احنا نكشف اجسادنا. وليه نكشف؟ وليه ما فيش طريق وسط زي اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ ونكشف اسلامنا اجسامنا، انما ينبغي ان نستر
أجسامنا جميعا إن شاء الله. وليه ما فيش طريق الوسط ده؟ يعني أنا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحة دكتور، طريق محمد. الوسط هو يا إما ناس بتدعو دعوات للتكفير والتفجير ودعوات متشددة ومتطرفة، يا إما في الناحية التانية ناس تطلع تقول لك الشعب بيحب قلة الأدب وأنا بحب قلة الأدب. لا دول يعني إيه، هو ليه كده يا كده؟ ما عندناش ليه حالة وسط. ليسوا دعاة، الوسط عندنا في الأزهر الشريف. والأزهر الشريف هو الذي يدعو إلى الوسطية، والذي يدعو إلى التوسط، والذي يدعو إلى الاعتدال، والذي يدعو إلى الدين الحق المعتدل الذي نزل من عند الله. وشوف سيدنا النبي قال للناس جميعا: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا صحيح. ومن يسر الله له، ومن شدد الله عليه، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما لم يكن إثما فقد كان أبعد الناس عنه. ده المنهج اللي بيتناه الأزهر ويقوم به الأزهر ويوجهه إليه الأزهر الشريف ويدعو به للناس جميعا. مشكلة في أخلاقنا ما بعد ثورة يناير. هل هي دي أخلاقنا بس إحنا لما كان علينا كنترول، لما كان في نظام وفي إحكام وقوانين بتطبق بشدة، كنا إحنا يعني خايفين وملتزمين، ولا الناس كانت كويسة قبل الثورة واللي حصل بعد الثورة ده تغير يعني محدش فاهم ليه؟ وكلمة حرية الناس فهموها غلط، فهموها فهما سيئا، والجهل دايما والفقراء دايما يفهمون الحرية على أنها انطلاق. بس مش كل الفقراء، في فقراء ما يعني في قمة الروعة. يفهمون الحرية على أنها انطلاق، وعلى أنها يفعل ما يشاء ولا حاجب عليه ولا رقيب. إنما ليعلم الناس جميعا أن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. صحيح. فلا ينبغي مطلقا أنك تمد دراعك عشان تخبط الآخر وتقول أنا حر. أنت حر فيما يتعلق بيك، أما ما يتعلق بالناس وبالمجتمع فلست حرا فيه. وإنما ينبغي أن تراعي أخلاقيات هذا المجتمع وسلوك هذا المجتمع وقيم هذا المجتمع وفضائل هذا المجتمع. أنا عشت يمكن في زمن سابق وعشت كثيرا، كان الأخلاق عندنا أساس أساس لكل أمر. يعني ما كانش عندنا الـ ما يقال الآن. طيب أنا هدي فرصة لحضرتك تقفل التليفون لحد ما ناخد النداء ده أو الاستغاثة دي، لأن في أسرة في الحقيقة يعني. تليفون مين معنا؟ الاسم ايه طه؟ الاستاذ كيلاني منصور، واضح ان عنده مشكله كبيره وحابب يدخل معانا على الهواء. استاذ كيلاني اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ كيلاني. قالوا لي ان في عند حضرتك مشكله كبيره ولا تحتمل التاجيل، يعني اتفضل. ان شاء الله. انا عندي ابني والله هو كان في ثانيه اعدادي ثانوي ازهر. ثانيه ثانوي ازهر. وترك المنزل بقاله تقريبا سنتين ونص وبدور عليه مش لاقيه. سنتين ونص؟ ترك المنزل ليه؟ ترك المنزل والله هو ما فيش اي سبب مقنع للترك ترك المنزل، على اساس ان هو يعني ذاكر اللي هي حرص الاب على ابنه. طيب سنتين ونص يعني لم تستدل عليه باي شكل من الاشكال يا استاذ كيلاني؟ طلع المعهد، راح المعهد وقال انا هنزل العب كوره او حاجه. بعد ما جه من المعهد نزل، وبعدها ما حصلتش عليه لعند دلوقتي. مره يقولوا لي مثلا في القاهره، مره يقولوا في المكان ده، بقيت ادور عليه في حته. رحت مين اللي بيقولوا لك؟ يعني مثلا واحد يقول شفته، واحد يقول لي يا انت تعرف اصحابه القوي. أنا أصحابه في البداية طبعا أصدقائه المقربين كنت تذهب إليهم، كنت تعرف منهم. أنا رحت لأصحابه، ما هو دي البداية بتاعتي كانت معاهم. طيب أصحابه هو يعني كان بيتصلوا أو كانوا ما بيرضوش يقولوا لي، على أساس إن أنا راجل مثلا خايفين إن أنا أكلمهم أو ألمهم في شيء، أو النظام اللي الأولاد بتوع الأيام اللي هم. وطبعا اتخذت كل الإجراءات وعملت محضر وسألت عند الأقارب وفي المستشفيات وفي الأقسام وفي كل شيء. عملت الكلام ده. طيب يا استاذ كيلاني احنا يعني عرضنا صوره ابن حضرتك دلوقتي على الشاشه،
وان شاء الله اي حد هيشوفه يكلمنا على البرنامج او على ارقام البرنامج، رقم حضرتك موجود معانا، اي حد هيعثر عليه او يعرف اي معلومه عنه يا ريت يكلمنا واحنا هنوصله بحضرتك. شكرا جزيلا ليك يا استاذ.